اظن ان الجميل في هذا المعرض هو واحد احنا بصدد تقليد جديد فيه احتفاء بعنصر اللي هو اساسي في اي تطور ديال المجتمع كما قلت، ولكن للجديد وهو انه كنحتفل به بواحد الوسيط اللي ما مازال ما عنده تقليد، يعني مازال ما ترسخ عندنا في الذهنيه ديال المغربيه، وهو الفوتوغرافيا. لان احنا في زمان ديال الصوره، وهذا الوسيط يعني كي عنده واحد القدره كبيره جدا على الاقناع. اذا هذا المعرض اليوم هو بالاضافه انه تكريم او احتفاء بالمراه، هو ايضا احتفاء بالفوتوغرافيا المغربيه. ايضا من حسنات هذا المعرض وهو الموضوع المصور، يقصد به يعني النساء، يعني كاين واحد الالتفاته لجميع الشرائح الاجتماعيه، نجد مثلا ربه البيت، نجد العامله، نجد الموظفه، ونجد ايضا نساء اللي شقن الطريق وخذوا مسؤوليات كبيره. اظن هذا التمازج اللي كاين في هذا المعرض هو اللي كيعطيه ايضا قيمه مضافه.